هاد الحجرة اللي كتشوفوا قدامكم سميتها بالفرنسي ان جيود، هذا ان كوارتز كيبان لينا ابيض. هاد لا فاريونت الاخرى كتبان لينا موف، وهذاك اللي كيبيعها كيقول لك بلي راها اميتيست. ولكن نشعل لكم الضوء باش تشوفوا اكثر بلي هاد اللي بالنسبه لي هو اميتيست هو واحد الحجر اللي حتى هو كوارتز ابيض، ولكن صابغينو بالموف باش يبيعوه على اساس انه اميتيست. اول تجربه غادي نديرو شويه ديال الماء، غادي تحركو من بعد مني غادي تخويه كيبان لينا بلي كاين لا كولور موف، يعني ديك لا تينت اللي خدم بها ولات كتخرج غير مع الماء. كنت جربت انني نغسلهم حيت كيعجبني اللون الطبيعي ديالهم احسن من هادو الملونين، ولكن ما عطاوش نتيجه. وانا جرب واحد الطريقه، خديت شي وحدين وحطيتهم في الشمس، ومع الوقت بدات كتمشي منهم لا تينت. دونك جي ديسيدي ناخذ كاع هذوك اللي كاينين اللي موف واللي غوز الى اخره ونديرهم في الشمس باش نشوف الريزلت اللي غيعطي. هاد الحجره اللي كتشوفوا دابا من بعد نهار واحد فقط في الشمس مشى من هذاك اللون، هنا من بعد عده ايام، وهاد الحجره الاخرى هي اللي داز عليها مده طويله وهي في الشمس تقريبا غبر اللون.